متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندرية، ونحن نتابع مع حضراتكم حالة طقس الاسكندرية اليوم واستعدادات مكثفة جدا بشركة الصرف الصحي في اسكندرية اللي يعني بدأت ترفع حالة الطوارئ من اليوم استعدادا لنوت الفيضة الكبرى بعد ان اجتازت الاسكندرية نوت المكنسة وبعدها نوت قاسم. نوت الفيضة الصغرى والكبرى دي نوات بتضرب اسكندرية في شهر ديسمبر من كل عام، وبتيجي بعد نوت قاسم بفترة. يمكن اسكندرية اخدت هدنة لمدة عدة ايام قليلة بعد نوت قاسم الشديدة واللي تابعناها مع حضراتكم، واللي فيها ارتفعت امواج البحر الى حوالي 5 امتار. كانت يعني نوة شديدة جدا من رياح شديدة وصلت سرعتها لحوالي 70 كيلومتر في الساعة، وارتفعت الأمواج، وكمان كان يصاحبها أمطار متوسطة وغزيرة بكثافات وأوقات فترات متفاوتة. نوت الفيضة الصغرى يليها الفيضة الكبرى، بتضرب اسكندرية تقريبا يمكن الأسبوع القادم في حوالي من 17 إلى 19 ديسمبر تقريبا، وسميت بهذا الاسم لأن البحر بيفيض فيها بشدة. طبعا الأجهزة التنفيذية بدأت تستعد لنوت الفيضة الصغرى اللي ممكن تضرب اسكندرية الأسبوع القادم. شركة الصرف الصحي أكدت على أن استعدادات المكثفة بدأت أولا بتطهير الشنايش والمطابق في شوارع اسكندرية من نوات الشتاء الماضية اللي هي المكنسة وقاسم. يمكن الأمطار ويعني جرفت بعض القمامة داخل الشنايش، ده بيؤدي إلى انسدادها، وفي حملات بتتم حاليا لتطهير الشنايش والمطابق في شوارع اسكندرية بالكامل. كمان اسكندرية بدأت انها ترفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة، والمحطات دي مهمتها انها بتستقبل تصريفات مياه الأمطار من الشوارع وتجمعاتها، وبتنقلها المحطة إلى الترع والمصارف، ولازم المحطات دي تكون بتعمل بكفاءة عالية جدا، ده بيساعد على تصريف مياه الأمطار وتجمعاتها في شوارع اسكندرية يعني خلال وقت قصير جدا حتى لا يتم تعطل حركة المرور. دلوقتي احنا بنتابع مع حضراتكم يمكن غيوم كثيفة زي ما احنا شايفين كده في سماء الاسكندرية، يعني هدنة قصيرة اخدتها اسكندرية النهاردة. كان درجات الحرارة مرتفعة بعض الشيء مقارنة طبعا بأيام نوت قاسم والمكنسة. اسكندرية سجلت النهاردة 22 درجة في العظمى و18 درجة في الصغرى، وده يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بأيام النوات السابقة. احنا دلوقتي معاكم في منطقة ستانلي الشهيرة امام كوبري ستانلي، بنتابع مع حضراتكم حالة الطقس. يعني هناك سحب متراكمة في سماء الاسكندرية، ويعني هواء لطيف بعض الشيء، يعني مش بشدة الرياح اللي شفناها معاكم في نوت قاسم، ولكن الطقس بدأ يميل الى البرودة خاصة واحنا داخلين على فترات الليل.
كمان بنتابع مع حضراتكم هدوء ملحوظ في حركة الأمواج طبعا، يعني مقارنة بنوة قاسم واللي شهدنا فيها أمواج مرتفعة جدا، خاصة في مناطق الشواطئ ذات الأمواج المرتفعة زي شاطئ سيدي بشر واللي تابعناه مع حضراتكم وغمرته أمواج البحر بالكامل وأدت إلى تآكل المساحة الرملية فيه. كمان شاطئ الشطبي يعتبر من الشواطئ ذات الأمواج المرتفعة، يعني لعدم وجود حواجز غاطسة في منطقة الشطبي، يعني إلى الآن هدوء في حركة أمواج البحر، ولكن مع نوة الفيضة الصغرى ويليها الفيضة الكبرى هنشوف مع حضراتكم ارتفاع الأمواج بشكل كبير اللي فيه بيفيض البحر بمساحة كبيرة. اسكندرية بتشهد في كل عام من 18 ل 20 نوة يعني متتالية طوال فصل الشتاء، يعني نوة بتستغرق من حوالي من 3 ل 4 أيام وأحيانا بتزيد إلى 5 أيام حسب شدة النوة وطبيعتها المناخية. احنا عارفين ان صيادين اسكندرية هم اللي أطلقوا أسماء النواة دي على نواة اسكندرية، والنوة هي حالة من التقلبات الجوية اللي بتشهدها اسكندرية، ولكن لكل حالة من تلك الحالات يعني طبيعة تميزها، وعشان كده يعني تم تسميتها بأسماء مختلفة. يعني كمان بنتابع مع حضراتكم سيولة مرورية على كوبري ستانلي. وحتى الآن هدوء ملحوظ في حركة الأمواج. اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي أكد على أن اسكندرية بتبدأ استعداد نوات الشتاء في وقت مبكر جدا، يمكن من شهر مارس الماضي، ودي بتتضمن حملات متتالية على تطهير الشنايش والمطابق، ولكن في بعض الأحيان بنشاهد يعني تجمعات مياه ومياه الأمطار بتتجمع في شوارع اسكندرية بكميات كبيرة خاصة في البؤر الساخنة، وده تابعناه معاكم في نوة المكنسة وبعدها نوة قاسم، يعني كان هناك بعض تجمعات المياه، ده بيرجع إلى أن شبكة الصرف الصحي مرتبطة بشبكة تصريف الأمطار، هم شبكة واحدة، ويعني اسكندرية بتستقبل مياه الأمطار بالمساحة المتبقية من شبكة الصرف الصحي، ودي بتكون مساحتها 30% فقط من السعة التصميمية للمنظومة. زي ما ذكرنا لحضراتكم ان نوة الفيضة الصغرى يمكن بتضرب اسكندرية في من 17 الى 19 ديسمبر الجاري، واستعدادات وطوارئ اسكندرية بدأت من اليوم.
طبعا هنتابع مع حضراتكم حالة الطقس، لأن زي ما شفنا في السنوات الأخيرة إن مواعيد النواة اتغيرت بعض الشيء بسبب التغيرات المناخية. أحيانا النواة بتيجي متأخر عن ميعادها، وأحيانا بتيجي بدري عن ميعادها بسبب التغيرات المناخية، وكمان بتأثر على شدة النوى من حيث طبيعتها سواء في كمية الأمطار أو شدة الرياح. متابعينا متابعي اليوم السابع، هنتابع مع حضراتكم حالة طقس الأسكندرية واستعداداتها المكثفة لاستقبال نوة الفيضة الصغرى بعد عدة أيام. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل اليوم السابع في الأسكندرية. شكرا.